Hi guys. أدوبت من أضافة تحديث جديد. وأضافت حيوانين. واحد من الحيوانين بروبوكس. وتقدر تشتري الثاني بكاش. تعالوا معي نشوف الحيوانات الجديدة اللي أدوبت أضافتها. تعالوا معي نروح نشوفها. ويلا نبدأ. الحيوانات الجديدة موجودة قدام الحضانة. وهذا مكانها. حيوانات مرة كيوت. أول حيوان اسمه الحصان المجنح. وهذا هو الحيوان اللي تستطيع تشتريه بروبوكس. سعره 800 روبوكس. وهذا الحيوان الثاني. هذا الحيوان مرة كيوت. سعره 980 كاش في أدوبت مي. هذا الحيوان مرة رخيص. راح نشتري واحد اليوم. يلا نشتريه. واشترينا الحيوان وشكله مرة كيوت. شكله مرة كيوت. مرة حبيت هذا الحيوان. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي. باي.